تكاد لا تصدق، أغرب قصص واقعية صورتها الأفلام. تعرفوا على التفاصيل. في بعض الأحيان تكون الحقيقة أغرب من الخيال، كما سنرى في هذه القصص الواقعية المليئة بالمنعطفات والمفاجآت المؤلمة والمآلات المذهلة التي ألهمت صناع الأفلام إعادة تجسيدها لتبقى خالدة في الأذهان، بما توقظه في نفس المشاهد من مشاعر إنسانية وما تثيره من أسئلة حول النفس والروح والقدرة وفلسفة المحنة والحياة. المستحيل أو دي إمبوسيبل، فيلم للمخرج الإسباني خوان أنطونيو بايونا عن نص مقتبس من قصة للطبيبة الإسبانية ماريا بيلون. وقال عنه الناقد السينمائي بيتر براتشو: يجب أن أعترف بأنني مصدوم من قوته العاطفية الحقيقية بعد أن وجدت فيه الصدق والرحمة ولحظات من البكاء. الفيلم يعيد في 2012 إنتاج قصة حقيقية عن عائلة ذهبت للسياحة في تايلاند عام 2004، فوقعت كارثة تسونامي التي أسفرت عن مقتل 230,000 شخص بإبداع يؤلم القلب، وهو يضعنا في قلب الكارثة عبر دراما ذكية ومذهلة يقاتل فيها اليأس والألم والذعر والأمل من أجل النجاة. وبعد أن يستقبلنا بكل شيء هادئ على الشاطئ، حيث يقضي زوجان بريطانيان إجازتهما مع أبنائهما الثلاثة، ولم تكد تمر ثوانٍ حتى نفاجأ بصور الضحايا في تسلسل غريب ومخيف كأنهم أعواد ثقاب. ونرى تسونامي بعيون السائحين بدءا من رصد التحول المخيف في الكون، مرورا بجحيم من الدمار وانتهاء وهم هائمون وسط الحطام ويتساءلون إن كان أحباؤهم ماتوا أو على وشك الموت أو أنهم هم أنفسهم سيموتون، فلم يعد أحدهم يعرف إن كان سيرى أحباؤه مرة أخرى أم لا. وفي مشهد أشبه بنهاية العالم، نفذ عبر ديكورات تم إنشاؤها بذوق فني هائل، حيث كانت الصور وحدها تثير الرهبة بشدة لدرجة تجعلنا نلهث من أجل التنفس أمام مشاهد التشويق مع بعض الدموع التي لا مفر منها. تركز المشاهد الأكثر دراماتيكية في الفيلم على الابن لوكاس أو توم هولاند الذي قام بدور منقذ والدته وحاميها ليصبح قصة مثالية عن قوة الأسرة المتماسكة، حسب الناقد السينمائي روجر إيبرت. مئة وسبعة وعشرون ساعة. لا تخلو الحياة من أن يرتكب أحدنا خطأ فادحا ويحتاج إلى الكثير من الوقت والتكلفة للتفكير فيها، وهو ما حدث مع آرون رالستون مهندس الميكانيكا الشاب في كولورادو عام 2003. عندما ذهب لممارسة هواية التسلق من دون أن يخبر أحدا عن وجهته وتعرض لحادثة مروعة حشرت فيها ذراعه اليمنى لمدة 5 أيام بين جدار أخدود سحيقة وصخرة يبلغ وزنها 365 كيلوغراما، ولإنقاذ حياتها لم يجد مناصا من كسر عظام ذراعه وبطرها ببطء. وبعد نجاته سجل رالستون تجربته الأليمة في كتاب بعنوان بين الصخر ومكان صعب، وأعيد تصويرها في الفيلم الأمريكي 127 ساعة الذي أخرجه وشارك في كتابته المخرج الإنجليزي داني بويل عام 2010. وتدور معظم أحداث الفيلم في مكان واحد مع ممثل واحد هو جيمس فرانكو الذي أبدع في تقديم جانبين من جوانب شخصية رالستون، فهو مغامر جريء ومغرور ويثق في مهاراته ويحب المخاطرة، لكنه في الوقت نفسه منطقي وعقلاني ودموي بما يكفي ليهشم عظامه ويقطع ذراعه لإنقاذ حياته، جانب أوقعه في المشكلة وآخر أخرجه منها. ولتصوير المشاهد الصادمة للتخلص من الذراع تم استخدام 3 أطراف صناعية من الألياف الزجاجية والسيليكون تشبه العضلات الليفية والأوتار والأوردة والشرايين الوظيفية الممتلئة بالماء، 2 منها مصممان لإظهار الأجزاء الداخلية للذراع والثالثة لمحاكاة الجزء الخارجي منها، مما جعل المشاهد تبدو حقيقية تماما.
وفي آخر الفيلم يظهر تنويه بأن آرون تزوج بعد سنوات وأنجب ولدنا كما رأى في حلمها ووصل هوايته في التسلق، ولكنه أصبح أكثر حرصا على عدم ترك سكين الجيش السويسري خلفها وإخبار عائلته بوجهتها. فيلم استبدال. قبل سنوات عثر الكاتب مايكل سترازونسكي على وثائق قديمة تعود لعام 1928، كانت في طريقها للإتلاف ودونت بها وقائع جلسة لمجلس بلدية لوس أنجلوس، وتتحدث عن سيدة تدعى كريستين كولينز وقصة اختفاء طفلها. ليقرر البحث عن مزيد من الوثائق وينجح في جمع 6000 صفحة، شكلت الأساس لكتابة سيناريو فيلم استبدال الذي قامت ببطولته أنجلينا جولي وأخرجه كلينت إيستوورد عام 2008، معلقا بأنه من الصعب تصديق أن القصة صحيحة، فما مرت به هذه المرأة كان مذهلا حقا. يقول سترانسكي: عضوان فقط في لجنة التحكيم حال بين الفيلم والفوز بجائزة مهرجان كان لأنهما لم يصدقا أن القصة حقيقية ولم يستطيع تخيل معاملة الشرطة الوحشية للسيدة كولينز. وفي الفيلم وعلى مدى ساعتين وواحد وعشرون دقيقة من المشاهد العاطفية العائلة، نرى كريستين كولينز الأم المنكوبة بالحزن على طفلها المفقود البالغ من العمر 9 سنوات الذي ظلت تبحث عنه 5 أشهر، وتبلغها شرطة الولاية نبأ العثور عليها، فتكتشف من أول وهلة أنه ليس هو، ويتأكد لها ذلك بعدة طرق رغم إصرار الطفل جوردن على أنه ابنها. ثم تصطدم برد فعل الشرطة العنيفة على رفضها قبول الطفل البذيل، حتى يصل الأمر إلى إيداعها في مستشفى عقلي وتعريضها لجلسات كهرباء لإجبارها على الاعتراف كتابيا بأن جوردن طفلها. ويأتي اكتشاف السلطات مقبرة جماعية تضم جثث 20 طفلا كانوا ضحية قاتل متسلسل، فيغلق ملف والتر بعد ترجيح أنه بين الرفات المدفونة. تتم محاكمة وإيقاف الشرطي الفاسد النقيب جونز والحكم بالإعدام على القاتل، إلى أن تحدث مفاجأة بعد مرور 5 أعوام تعيد كولينز إلى البحث عن فالدة كبدها إلى الأبد. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا على حسن انتباهكم، وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.